السلام عليكم الزوج لوان، مرحبا بكم في قناتي كويزين ويزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير بصحه جيده. في الفيديو تاع اليوم ندير لكم طاجين تاع البسباس، اقتصادي ساهل بدون لحوم، بدون لحم، بدون دجاج، بدون غيانجيتو. ديروه يعني اقتصادي ساهل ماهل. فوالا بالبسباس هاني نقلي البصل. عندي نقول لكم المقادير، بيضاوي تقلى البصل. عندي زيتون خضر غليته شويه في الماء، درت له عصره تاع قارص باش يقعد خضر. عندي لي زيبيس، انا بيسك بسباس ما نحبش راني نحط لي زيبيس في البسباس باش ما نحصلوش لي غو. عندي هنا شويه تاع الكركم، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع الملح، وعندي شويه تاع الثوم، زوج سنينات تاع الثوم، ما تحطوش الثوم. فوالا درت له شويه مارغرين وشويه تاع الزيت. عندي هنا باش نمرق، فوالا عندي هذا المرق. درت يعني طيبت البارح شويه في ليتري، بقى فيه المرقه، درتو شويه في الفوق، هذاك الجد درتو شويه في الفوق ودرت له هذاك المرقه، صافي طلق كامل يعني هذاك يعني البنه تاع الدجاج طلقها في هذيك المرقه. الوغ انا زدت لها، زدت له الماء، غليته، صفيته ونديرو لهذا الطاجين. فوالا تقدروا ديروا نتوما مكعب جومبو، انا ما نحبش نديرو بزاف هذاك. الوغ ندير الا بقات لكم مرقه ولا حاجه ديروا به، سينو ديروا بغير الماء، ساهل ماهل الطاجين يخرج بنين هايل في البسباس. خليت البطاطا، بيبات بطاطا اونغون ديالها مليك، والبسباس دوك نوريكم كيفاش نديرلو هكذا. كما دائما نقول لكم انا نحب نقلي البصل، لازم نقلي البصل مليح، يتقلى يطلق كامل البنه تاعو، بليتو يطلق كامل الماء تاعو ويتعسل شويه، يعني يتكرمل، جوغ يتكرمل. فوالا يخرج بنين. نسيت ما درتلو شويه تاع الملح، شويه برك تاع الملح. هاني البطاطا قليتها، نقص من هذا. فوالا البصل نقلوه بالملح باش تبنى لكم الماكله تاعكم. هكذا نقليه شويه. فوالا دوك نضيف هذا الزيتون، يتقلى معاه، وندير لي زيتون يتقلى شويه، هذا الزيتون مع البصل، يطلق البنه تاعو ثاني. هاهو ندير هذوك السنينه تاع الثوم، وشويه تاع الكركم، وشويه تاع الفلفل الكحل، وشويه تاع الملح. انا نقصت منها الملح، لازم دو بريفيرونس تزيدو. ما نقليش تاني بزاف لي زيبيس، غير شويه. دوك ندير المرق، طبق اقتصادي ساهل، ديري تمتم بلا لحم بلا لابيغ تاع البسباس مازالها دوكا. فوالا دوك ندير الماء ونخليه ما يكثرش الماء. فوالا هكذا نخليه يطيب، من بعد نعاود نولي ليكم. نزيد له شويه تاع الماء، لازم نزيد له شويه تاع الماء، ومن بعد نولي ليكم. دوك نقلي البسباس تاعي نوريكم. عندي هنايا البيض على حسب يعني واش عندك تاع البسباس، حسب القونتي تاع عندك. هاوليك البسباس تاعي. عندي هنايا زيت، وعندي هنايا فارينة، عندي هنا فارينة. لوغ نقول في الزيت، سمحولي قطعتو. فوالا نجوزو شوية في الفارينة قبل، هكذايا نديرو على ضربة باش منطولوش. هكذايا هاوليك نجوزو في الفارينة، كيما راكم تشوفو شغل الانجليز. نديرو نجوزو هنايا في البيض، نجوزو في البيض كيما راكم تشوفو، من بعد نجوزو في الفارينة ونقليه كيما راكم تشوفو.
هاهي تاني نجوزو في الفرينة. باش يخرج بنين هادو نجوزهم تاني في الفرينة. إلا كان خص الفرينة والبيض زيدو يخشينا. هكذا تدخلوا شويه يدخلوا هذاك البيض شويه من بعد ندوزوا في الفرينة. فوالا هاوليك ياخذ بنه تاع القليان خير ما يطيب برك هكذاك. هاهو هكذا ماشي حتى تحرق. هذه نسيت ما درتلهاش البيض معليش. هكذا طيبوه هكذايا من كل جهه. كي يطيب كي تقلى هكذايا يتحمر هكذايا نرموه داخل الطنجره. نسيت ما قلت لكمش درت للطريجه درت لها المعدنوس. ديروا المعدنوس هاوليك ديجا هكذا وطاب شويه. دوك نحي كامل هدايا ونزيد نكمل هذا الاخر نطيبو كامل نحطو سوغ ان باتي ابسوربون ولا كسكاس هكذايا. فوالا دوك نكمل انا هاد البسباس تاعي نكمل كامل نطيبو. نتوما وجدوهم خلوه يشرب شويه هاد البيض وجدوهم هكذا وخلوه خلوهم يشربوا شويه هاد البيض. فوالا ونكملهم نطيبهم ومن بعد نولي لكم. بعد اللي قليت البسباس ديالي هاوليك هاوليك كيفاش خرج. هاو البسباس ديالي حمرته كامل خرج شباب. تقدروا تاكلوا ميم هكذا ديجا او يعني مازال له غير شويه يطيب تم يطيب. دوك نرميه داخل لاصوص هكذا بيسك فيه الفارينه تم يعقد تعقد لاصوص. هلا نخليه يطيب شويه كي نحس به طاب البسباس نرمي البطاطا اللي وريتها لكم. نزيد غير شويه 5 دقائق ولا ونطفي عليه ونرمي المعدنوس من الفوق. هاوليك الطبق ديالي تاع البسباس الاقتصادي بلا بدون لحم بدون دجاج. فوالا بعد اللي قلت لكم طاب البسباس تاعي بقالو 5 دقائق باش نطفي عليه. درت هذيك البطاطا ديجا هي تقليه طايبه. نتوما اللي حبيتو تضيفوا البطاطا تزيدوا البطاطا زيدوا سينو سي با لابان. بسباس برك اللي عنده العائله كبيره يضيف البطاطا. فوالا خرج هايل بنين 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 هايل يشهين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وانا متاكده يعجبكم. فوالا درت له المعدنوس كنت درت له ديجا المعدنوس وتاني انا زدت له من الفوق. فوالا ولا قارص فوالا اللي ما يحبش الكغا. هاوليك هاي لاصوص هاي لاصوص فوالا يشهي طبق رائع بدون لحم بدون دجاج وبنين وهايل. ان شاء الله يا ربي جربوا الوصفه ان شاء الله وتعجبكم. ولا كان عجبكم ديروا لي جيم. واللي اول مره يدخل القناه تاعي نتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم لا فيديو وتعجبكم القناه ديالي ودعموني بالتعاليق واللايكات والاشتراك ليصلكم كل جديد الوصفات. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم ان شاء الله يا ربي يبعد كل البلاء عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.